ألا يا كرة اشتاقت الأقدام لركلها وما القلب عن هواك برجعي شغف الأنصار أنت ولنا لقاء بك بعد كل هذا التقاطع كفكف بجفوننا شوقك فرحا من فيض الدموع الهوامعي بعدما هبت رياح الإلغاء التي طالت بعض الدوريات وعلى رأسها الدوري الفرنسي ظن الجميع أنها ستعصف بكرة القدم جمة ولكن الأمل الذي لا ينقطع شق جدار برلين وانبلج مشعا من أراضي الألمان وكالة الأنباء العالمية رويترز أفصحت عن عودة منافسات كرة القدم الألمانية من جديد منتصف مايو الجاري عجلة المستديرة التي توقفت عن الدوران بعد انتشار الوباء منتصف شهر مارس قد تعود لحركتها المعهودة عما قريب اتحادات الكرة في أوروبا تسعى بجهد جهيد إلى عودة المنافسات حتى لا تتكبد أندية كرة القدم خسائر فادحة وينخرها الإفلاس وتفادي حل الإلغاء بأي وسيلة ممكنة رويترز التي ذكرت الخبر أشارت أن العودة ستكون وفقا لشروط احترازية صارمة وكرة القدم ستعود للدوران ولكن بدون جمهور في الوقت الذي تساءلت فيه صحيفة بيلد الألمانية حول الاستئناف من الجولة 34 أو العودة إلى لقاءات الجولة 26 على غرار ألمانيا مؤشرات أخرى تلمح إلى عودة الدوريات الكبرى عما قريب ولو دون تلك اللوحات الفنية التي تصنعها الجماهير على المدرجات وبالرغم من تحذير رئيس أطباء الاتحاد الدولي لكرة القدم من قرار استئناف المباريات معتبرا إياه مسألة حياة أو موت مخفضا بذلك حجم أمل الآملين بعودة اللعب عما قريب إلا أن الإصرار الذي يبديه رؤساء الأندية إن وكب بتدابير صارمة لوقاية الأطر واللاعبين قد ينتهي بصافرات الانطلاق ترى هل تحد الدوريات الأخرى وعلى رأسها دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي حدوى ألمانيا وتعلن موعد عودة المباريات من جديد أم أن للجائحة العالمية التي لا تعرف الرحمة رأي آخر ما تنسوش تابوناو لاشين بانا ساو مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.